ندوزو لالا لواحد الطاجين. انا قلت لك طاجين ديال الموسمي ديال الموسم ديال دروك. منين خرجت للسوق تنشوف كاين يا اما الملوخيه يا اما اللي عجبني بزاف هي ديك البصله بنت الصغيوره. ديك الصغيوره وانا نفكر في طاجين المقفول. المقفول طيب ولكن يكون على الفخر ماشي على الغنم. ايه فعلا ايه على الفخر ماشي. ايه المقادير اذا كيلو ديال الغنمي اليوم غادي نخالفوا شويه الريجيم لان المقفول تيبغي الغنمي ما تيبغيش هذا. اذا كيلو ديال الغنمي، خمسه البصلات كبار، كيلو طماطيشه، نص معلقه صغيره من البزار، معلقه صغيره سكينجبير لان هذيك تضعف السكينجبير دائما تيضعف البزار في المقادير. شويه الملح، الزعفران حر، شويه اللي هزات لك يديك، جوج معالق صغار من القرفه مطحونه، كاس صغير من السكر، ومن الافضل يكون سكر القلب مدبوب لان هذاك سميتو السنيده كتجي شويه حامضه. نديرو الانسان هذاك شويه سكر القلب يدبو ولا ما كانش ما توفرش نديرو سكر كلاص. نديرو كلاص، معلقه صغيره ديال السمن مدوب وشويه زيت المائده على قياس نص كاس تقريبا، جوج عواد من القرفه، شويه الفلفله مطحونه هذه اختياريه حنا في مراكش تنديروها، لكن اللي ما بغا يديرهاش ما يديرهاش هذه اختياريه، وكاس الماء صافي. هذو هما المقادير. واخا وانا من عندي يعني عزيز عليا المنظر، انا زدت واحد الحاجه تصرفت في هذا الطاجين اللي في الدزين، كنزيدو يا اما شويه الزجله المحمر في الوجه ديالو او لا نصاص القرقع معسلين تعزيهم من قبل وتخليهم حتى الاخر وتزيني بهم الطاجين. هذو داير اضافه من عندي انا. تزين ايه واخا يلا صافي مشيو للطريقه. ايه تفضلي. اذا وضعي اللحم في الطاجين مع الزيت والسمن والملح ونص بصله مشلوطه غير نص، وشحري هذاك الشيء شي شويه، من بعد غادي تضيفي التوابل والماء ما عدا السكر والقرفه مطحونه. ما يكونوش من الاول السكر والقرفه مطحونه تيبقاو، خلي هذاك الشيء يطيب تقريبا على الفحم كيف ما قلنا تقريبا يولي اللحم في نص طيبه تقريبا تقريبا. من بعد غادي توضعي عليه البصله مقطعه دوار ولكن تكون شويه غليظه ما تكونش رقيقه. السر في هذا سميتو الطاجين تخصصها تكون شويه غليظه باش تحتاج البصله غليظه. اذا غادي دوري ذاك الوجه كله غادي تغطي ديال الطاجين كله بديك البصله ياك. غادي تدردري عليها واحد شويه الملح، وإلا بغيتي البزار اختياري المهم تكون الملح ضروري، وكانوا غادي تغطي الطاجين وخليه حتى تيتغير اللون ديال البصله، خليه يطيب تيتغير اللون ديال البصله ولا تطيح شويه. من بعد غادي تدردري فوق منها فوق ديك البصله غادي تدردري نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال اللي عندنا في المقادير. لا كاس ولكن دابا خدينا غير نص كاس. والقرفه مدقوقه او مطحونه. عاد من بعد غادي تطفي عليه مطيشه حتى هي دوار هي غليظه شويه ماشي واخا، وحتى هي غادي تدردري عليها القرفه وداك السكر اللي بقى عندنا. ياك من بعد لالا ما تفعي وتغطي الطاجين بالغطا ديالو، لا ديك الساعه تنحيدو غطا الطاجين وكنزيدو واحد الصينيه الا عندك مدوره او لا تبصي من دوك البصلات البروس الا عقلتي عليهم بيضين، كتغطي الطاجين بهذاك الشيء وكتوضعي عليه الرماد ديال العافيه اللي كاينه لتحت من الفوق كتجبديه من الفوق كتحطيه فوق من ذاك الطاجين وكتخليه يطيب بين نارين بين نارين. ايه كتولي ديك البصله قلت لك تدوب راه بحال الزبده ما نشهيش عليك وتولي تبارك الله غزال فعلا. ايه ومن بعد ديك كتحيدي التبصيل او الصينيه وتتزيني كما قلت لك بالزجله المحمر في الوجه او القرقع نصاص مع السل وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. الطاجين المقفول يعني معروف وعلى حقه وطريقه، واكيد المستمعات كيف ما قلتي هو كيجي في المجمر صراحة يعني في الفخر كيتابع الفخر كيجي ممتاز، ومرة يعني في رمضان ممكن ان نديروا هذا الشيء هو اللي حنا بغينا. الله يعطيك الصحة الحاجة لطيفة. الله يبارك فيك.